ازيك ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ازيك يا شيف ساره، اخبارك ايه؟ كل الحمد سنه وانت لله. طيبه. وانتي طيبه حبيبتي، وبالف صحه وسلامه. الحمد لله على سلامتك، جايه متاخره معلش. لا يا حبيبتي مش متاخره ولا حاجه ولا ماشي حاجه ولا كلهم يهمك. طيبين يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه والعافيه. يا رب دايما ولا يا رب. حضرتك يا اشكرك. شيف ساره، انا قوليلي دلوقتي جبت اقول سؤال واشرت ايه ان ايه انا ايه قطعته. تاني كده؟ انا جبت اقول ايه، عايزه افرزه، سامعني؟ سامعاكي. القاس قطعيه قشريه. انا قطعته وقشرته، بس انا شفت شيف سلقته ولا عمري ما سلقته، انا من فانا مش الشيفات، عارفه افرزه ازاي. انا سلقته قبل كده معاكم، ممكن تكوني بتتكلمي عليا، الله اعلم. انا سلقته قبل كده، جربته نفس مره. معاك على قناه ثانيه امبارح. طيب انا هقول لك حاجه، انا شخصيا انا بحب دايما التجربه، فانا جربته مره بالسلق وجربته مره بطريقه امي اللي هي من غير طب سلق ممكن خالص. اقفل واسمعك في التلفزيون لو سمعتي؟ اقفلي. طب واسمعيني. طيب شكرا جدا حبيبتي. العفو، وانا معاكي. باي باي. نورتينا طبعا الاول على تليفونك، وهقول لكم عن تجربتي الشخصيه. انا رايي ايه؟ رايي الشخصي من تجربتي الشخصيه، ولا اعترض على طريقه اي حد، ان انا جربته بالطريقتين، مره بالسلق وهي طريقتي انا مع اسلوب البلانشنج او السلق السريع، ومره جربته بطريقه مامتي اللي هي بتفرزه على طول. ممكن اقصى حاجه تعملها فركه ليمون يعني، مش اكتر من كده. وبصراحه طريقه مامتي طلعت احلى، فانا بطلت اسلقه، بقطعه زي ما حضرتك عملتي كده، بقشره واجمده على طول من غير اي اضافه، وبيطلع زي الفل مش محتاج اي حاجه. وخلاص ما دام خطوه السلق ما اضافتش لينا اي حاجه، يبقى خلاص خلينا نوفر شغل. وهي الصراحه كمان من غيرها كان احسن، كان متماسك اكتر، والمزلقه اللي فيه اللي الناس ما بتحبهاش كانت اقل بكتير. فدي اجابتي عليكي.